بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهاردة أنا جبت لكم بقى وصفة عايزة أقول لكم إن هي تحفة جدا، لما تعمليها هتكرريها كذا مرة وباستمرار. الوصفة بتاعتنا النهاردة وصفة هتعجبك جدا، وقبل ما تعجبك أنت هتعجب أطفالك قوي. ليه هتعجب أطفالنا؟ لأن هي الوصفة بتاعتنا النهاردة كريسبي جدا، يعني حاجة كده تحسي بالقرمشة بتاعتها والطعم بتاعها اللذيذ قوي. ده كمان بالإضافة لكده إن هي ليها قيمة غذائية عالية قوي، يعني هتبقى محببة كمان للأطفال. يلا نشوف الوصفة بتاعتنا اللي قبل ما تعجبك انتي هتعجب أطفالنا، ونكمل الفيديو بتاعنا للآخر ونشوف هنعمل ايه. بس رجاء ياريت من فضلكم ما تنسونوش في لايك، عشان انا بتعب الفيديوهات جدا عشان اطلعها بالشكل الجميل ده. وكمان ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة، لو اول مرة تشوف فيديوهاتي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار جديد بكل فيديو احنا هنعمله ان شاء الله. يلا نكمل الفيديو بتاعنا الجميل الشهي ده، ويلا نكمل بسرعة. انا هستخدم في الفيديو بتاعنا النهاردة بمعيار الكوب والمعلقة عشان تبقى سهلة وبسيطة بالنسبة لنا. هنا هنضيف كوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدام، وبعد كده هضيف عندي هنا معلقتين كبار ممتلئة من النشا، وبعد كده هضيف عندي 4 معالق كبار ممتلئة من السكر البودر، رشة من الملح، وبعد كده نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وأقلب المكونات الجافة دي مع بعض كويس كده قبل ما اضيف المكونات الباقية. دلوقتي هنا هيكون عندي 4 معالق كبار من الزبدة، بس الزبدة بتاعتي تكون بدرجة حرارة المطبخ او تكون سايلة بالشكل ده عشان تختلط معايا كويس جدا. وابدأ ان انا اعملها بايديا بالشكل ده علشان اخليها تبقى زي تتفتفت معايا، يعني تبقى عندي مرملة، تبقى توصل معايا زي الرمل كده بالظبط، يعني احس ان هي عملت كرات صغيرة من الزبدة، وده المطلوب في اول مرحلة. وبعد كده هجيب عندي كوباية من الماء المثلج، لازم تكون مية ساقعة، وهبتدي ان انا اضيفها بالتدريج لحد لما المكونات عندي تتماسك كلها مع بعضها. ببتدي اخلط واحدة واحدة، اول ما تحتاج معايا مية اضيف تاني، ما اضيفش المية مرة واحدة علشان العجينة بتاعتي تنجح معايا، اضيف بالتدريج بالشكل ده. العجينة بتاعتي نلاحظ ان هي المفروض ما تتعجنش كتير، يعني مجرد بس ان هي تلم معايا العجينة مش اكتر من كده. خلاص حسيت ان هي بقت حلوة جدا، القوام بتاعها جميل بالشكل ده، بقت ناعمة معايا، خلاص ما اضيفش مية تاني وخلاص كده حلوة جدا. هبتدي ان انا الم العجينة بقى، خلاص لميت الجوانب كلها بالشكل ده، العجينة خلاص معايا اتلمت بالمنظر ده، بصوا بقت ناعمة جدا، طرية قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي الخطوة بتاعتي ان انا هجيب كيس غذائي هفتحه وهبتدي ان انا اضيف عليه العجينة بتاعتي. هقفل على العجينة كويس جدا، ما خليش اي اطراف منها باينة. وبعد ما قفلتها كويس هضيفها في التلاجة بتاعتي لمدة 10 دقايق بس، مجرد بس ان العجينة بتاعتي تستريح. اثناء ما تستريح العجينة بتاعتي على طول هجيب بقى الموز بتاعنا اللي احنا هنستخدمه في الحشو. الموز بتاعي يكون ناضج بالشكل ده، يعني احس ان هو فيه اماكن كده بتبقى سودة شوية، ده معناه ان الموز بتاعي ناضج وكويس جدا، وده النوعية اللي احنا محتاجينها في الموز بتاعنا. هبتدي ان انا اقشر الموز واقطعه بالشكل ده، انا عايزه اقطعه بزاويه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده علشان في الحشو بتاعي اللي ياخد الشكل الجميل اللي احنا هنشوفه دلوقتي.
كده خلصت خلاص الموز بتاعنا وقطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يلا بقى نجيب العجينة بتاعتنا ونشوف هنشكلها ازاي ونتعامل معاها ازاي. كده العجينة بتاعتي استريحت خلاص، هبتدي ان انا اقسمها. هقسمها على نصين، هوريكم طريقتين ان انتوا ممكن تفردوا بيها العجينة، والطريقتين اسهل من بعض. هبتدي ان انا افرد العجينة بالشكل ده. اهم حاجة لما اجي افرد العجينة بتاعتي تكون رقيقة جدا، هتكون رفيعة قوي، مش عايزين ان هي تبقى عريضة. وهبتدي ان انا اقطعها بالشكل ده. دي انا بوريكو الطريقة الاولى لتقطيعة العجينة او التعامل مع العجينة، وهوريكو طريقتين واللي تستريحي ليها ممكن ان انت تعمليها. بصوا انا هجيبها همسكها الاول، تلاحظوا ان العجينة مطاطة معايا، يعني العجينة ناجحة جدا. هبتدي ان انا اخد الموزة بتاعتي واحطها على الاطراف والفها بالشكل ده واحدة واحدة. بس اهم حاجة وانا بلفها ان انا اقفل الاطراف الاول. بصوا هتحسوا ان هي شكلها عامل زي القوقعة كده، فهيكون الشكل بتاعها لذيذ جدا ومحبب قوي للاطفال. كده خلاص دي خلصت معايا، ببتدي ان انا اقفل الاطراف بتاعتها. اهم حاجة ادوس على الجوانب زي ما قلنا بالشكل ده الاطراف ان هي تتقفل معايا كويس. خلاص هضيفها بقى في طبق وابتدي ان انا اكمل الباقي. احنا بنشوف واحدة تاني دلوقتي علشان نشوفها قد ايه هي سهلة وبسيطة جدا. خلاص دي خلصت وقفلتها خلاص كده. اقفل الجوانب كويس جدا، اهم حاجة ان انا اقفل الجوانب، ما دوس عليها كلها بس اقفل الجوانب الاطراف لان دي مهمة جدا عندي. خلاص كده دي خلصت، هبتدي ان انا اخلصها اضيفها في طبق وابتدي ان انا اكمل الباقي. بصوا بيطلع الشكل بتاعها خطير جدا وحلو قوي. عايزه اقول لكم العجينه دي في الاخر المكونات بتاعتها بتساعدها ان هي تعمل زي قرمشه كده، بتبقى حاجه كريسبي جميله جدا. ده هنلاحظه مع بعض وهنشوف مع بعض دلوقتي. كده انا خلصت النص الاولين من العجينه بتاعتنا، هبتدي اجيب العجينه الثانيه. بص انا ابتدي اقسمها دلوقتي، قسمتها ل8 وهبتدي ان انا اعملها زي الكور كده. انا بوريكي الطريقتين اللي انت ممكن تستريحي ليها ان انت تفردي بيها العجينه. هبتدي اعملها زي صباع بالشكل ده وابتدي ان انا افردها بالطول. طبعا دي سهله جدا. خلاص فردتها خليتها رفيعه قوي، هبتدي بقى ان انا اضيف الموزه بتاعتي والفها بالشكل ده زي ما قلنا قبل كده في طريقه اللف بتاعتها. بصوا شكلها جميل جدا، بتالي الطريقه دي اسهل بكتير من الاولانيه ان انا افرد واحده واحده. بصوا كملتهم كلهم بالشكل ده. بصوا انا خلصتهم كلهم، بصوا شكلهم بقى جميل قوي ازاي، شكلهم بصراحه خرافي جدا، والشكل بتاعها جديد والنوعيه بتاعتها حلو قوي. يلا نشوف هنعمل ايه بالفطائر الجميلة دي. هنجيب عندي زيت غزير وعلى نار متوسطة، مجرد ان هو يسخن بس، انا مش عايزة الزيت يغلي معايا. وهبتدي ان انا اضيف الفطائر بتاعتي الجميلة دي. خدوا بالكم ان انتوا لازم تتابعوها كويس جدا لان هي بتستوي بسرعة، يعني بتاخد الدرجة الذهبي بسرعة جدا، بس بقلبها باستمرار، ما بستناش ان هي تاخد الدرجة الذهبي الاول. شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اقلبها باستمرار بس واحده واحده بالراحه جدا عشان العجينه بتاعتي ما تتقطعش. بصوا خلاص ما خدتش دقيقتين وخلاص استوت معايا بالمنظر ده. هبتدي اطلعها بقى على الطبق بتاعي.
بس انا عايزه اقول لكم بقى ان هي نوعيه العجينه دي ما بتتشربش زيت ابدا. يعني انا لما جيت ان انا بحاول ان انا اجربها وانفذها كنت شايله هم ان هي ممكن تكون فيها زيت ولا اي حاجه. بصراحه انا جربتها لقيتها ما فيهاش الزيت، كانها مش معموله في زيت ابدا، يعني كانها فطائر مش مقليه اساسا. فحسيت ان هي جميله جدا، وحسيت ان هي خفيفه مش تقيله، فعشان كده بقول لكم ان هي هتعجبكم جدا، لان هي في الاساس هي قيمه غذائيه عاليه قوي، وبرده ما فيهاش زيوت كتير، يعني ما تعتبرهاش ان هي من الحاجات اللي هي المقليه، خفيفه جدا، وده اللي انت هتحسي بيه. خلصت كمان برضو المجموعه الثانيه، وهبتدي انزلها في الطبق بتاعي. بصوا بقى حاجه كده خطيره جدا، اللون بتاعها ذهبي حلو قوي، شهيه لوحدها، الشكل بتاعها بصراحه يشجع ان احنا ناكل منها. يعني الشكل بتاعها جديد وهيعجب الاطفال كمان، القرمشه بتاعتها والكريسب بتاعها هيعجبهم اكتر، لان الاطفال بتميل كتير قوي للحاجه اللي هي بتبقى كريسبي بالشكل ده. وعايزه اقول لكم عجينتها سهله وبسيطه جدا وبتخلص معاكي بسرعه. بصوا كده انا فتحتها وهي سخنه بالشكل ده، بصوا علشان هي مقرمشه فمنفصله عن بعضها. بصوا المنظر بتاعها بقى، هفتحها تاني عشان تشوفوها برضو نفس القطعه. بصوا القرمشه حلوه جدا وجميله قوي وهتعجبكم ان شاء الله. اتمنى ان يكون فيديو النهارده نال اعجابكم، يا ريت ما تنسوش تتابعوني في الفيديوهات القادمه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.